ليست هذه هي القافلة الأولى، فهناك قافلتين وصلتا من قبل، وهذه القافلة اليوم خاصة بمديرية الشؤون الدينية وبمجلس سبل الخيرات، يعني الأسرة تاع المسجد مجلس سبل الخيرات الممثل في الأئمة والمحسنين وككل. وكان واجب علينا أيضا باش نضامن مع إخواننا. في هذا اليوم الأغر الأبيض المحجلي وصلت قافلة متكونة من أزيد أو 17 شاحنة محملة بكل المواد الغذائية والأفرشة والأغطية التي يحتاجها إخواننا الذين تضرروا من الزلزال الأخير بميلا. باسم السيد والي ولاية ميلا وباسم مواطني ولاية ميلا، اليوم نرحب بالقافلة التضامنية التي جاءتنا من الأوراق.